Öylesin. لأنه وفقنا ربي باش كنا في الموعد المطلوب، وكان لنا الشرف أن شاركنا في إنجاز هذا الملعب لولاية عنابة، وإن شاء الله نطلبوا من الآثار عنابة يستحفظوا بالمنشعة هذه لأنه مكسب ليهم هما وللفريق بالكل شيء. ميساج توصل من سكان مدينة عنابة. إن شاء الله يا ربي سكان عنابة يكونوا كما مولفين وكما نعرفوهم في المستوى المطلوب ويستحفظوا بالمشعة هذه كما يكون الحال. زيارة يعني شرفية للسيد المدير العام لمجمع ميطال، وهذا يعني يدل على أن الحمد لله يعني المؤسسات العمومية في الجزائر يعني راها بخير وراها يعني قادرة ترفع التحدي وقادرة أنها تنجز ما يمكن إنجازه من طرف يعني أجناس أخرى اللي دائما رانا نتكلموا عليهم. فأنا نقول بأن الشاب الجزائري أو الإطار الجزائري أو الشركة الجزائرية ما تطلب من السلطات العليا للبلاد انها دير فيها ثقه فقط، يعني فو فير لا كونفيونس انها دير فيها ثقه وتعطيها الامكانيات
وسوف نرى العجب، والحمد لله الجزائر مقبلة على مشاريع كبرى، ومقبلة على كما صرح بها وتعهد بها السيد رئيس الجمهورية بجزائر جديدة. لما نتكلم على جزائر جديدة، جديدة بمنشآتها، جديدة بطرقاتها، بموانئها، بمطاراتها، فإن شاء الله هذا العهدة هذه راح نشوف إن شاء الله أيادي جزائرية مخ يعني ومخاخ جزائرية متخرجة من الجامعات الجزائرية لبناء الجزائر. الحمد لله نبنوها احنا، الجزائر نتاعنا نبنوها احنا، يعني ما نطلبوش اليد العاملة الخارجية. كذلك يعني حتى فيما يخص الإنتاج، يعني وإنتاج زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.